في خلاف جديد بين المؤثر العراقي أحمد البشير والفنان العراقي حسام الرسام، وده بعد هدنة طويلة بين البشير والرسام. رجع المغني العراقي الشهير ليثير جدل واسع بعد توبيخه وتعامله بأسلوب قاسي مع أحد المتسابقين في برنامج عراقي للمواهب. ده يعتبر رواد السوشيال ميديا إهانة وتصرف غير لائق من فنان عراقي بحجم حسام، وكمان الأخذ والرد والجدل الكبير اللي عمله رد البشير كان ليه تأثير وانتشار كبير قوي على مواقع السوشيال ميديا. خلونا نشوف الحكاية بدأت منين. منين الله جابك؟ من بغداد. يا هلا. يا هلا وسهلا. شلونكم؟ إن شاء الله مرتاحين. طلع يديك من جيبك وقول لنا شنو اسمك. اسمي محمود. طيب محمود، ايش قد عمرك محمود؟ عمري 24 سنة. شهرة البشير والرسام أثرت أكيد على انتشار القصة وتفاعل معاها مؤثرين كتير قوي على السوشيال ميديا. خلينا نبدأ على طول مع حسن البصري اللي خاطب أحمد البشير بتهكم وقال دير بالك تحط إيدك في جيبك، لكن أشرف كان لي رأي آخر ومؤيد لتصرف الفنان حسام وخاطب المتسابق وقال له احترم الناس اللي بتتفرج عليك. كمان ميرا علقت وقالت أو اعتبرت بقى سقطة من الفنان حسام وقالت جل من لا يخطئ وما يستحق الهجوم اللي صار عليه ده، قصده أكيد على المتسابق.